اطلاق في الهواء سؤال. انتوا مين؟ عايزين ايه؟ سيبونا في حالنا. ما تخافوش، مش عايزين نأذيكم، احنا زيكم بالظبط. اسمنا جاري، كنا بنشتغل هنا قبل الحديقة ما تقفل. ما قصدناش نخوفكم، بس احيانا البشر بيجوا يزونا، فكنا عايزين نشوف مين هناك. بتعملوا ايه هنا؟ كنا بندور على مكان نبات فيه وهنمشي بكرة. بنت صغيرة، ما شفناش حد هنا من فترة طويلة. الأطفال كانوا بيحبوا ييجوا يشوفونا. شكلها حزينة. اليومين اللي فاتوا كانوا صعبين جدا. عندنا حاجة عايزين نعرضها عليها، حاجة مضحكة هتحبها. هي عايزة تشوفها؟ ما اعتقدش انها. يبقى لازم تمشي ورانا. أليس، ما اعتقدش ان دي فكرة كويسة. ما ظنش عندك اختيار. يلا يا كارا. مش مرافق جيري بالخارج. مش هون مدينة الألعاب يعني. اتفضلي. ايه شلون دفعت على الطفلة الصغيرة تقدر تتشعبط وتطلع. الدوارة قربت تبدأ. شي صار لاج ليش؟ نايس. دي أول مرة أشوفها وهي بتبتسم. ما كانتش بتضحك كتير في الأواخر. والله مشيت ربنا، فتحت كتير شغلات. نايس. استجواب هينك. مين هينك؟ المنظر حلو. ها، كنت متعود اجي هنا كتير قبل امسك خدايا الاندرويد. تسمح لي اسالك سؤال شخصي يا فندم؟ هو كل الاندرويد بتسال اسئله شخصيه كده ولا انت بس؟ انا شفت صوره لطفل على ترابيزه مطبخك. ده يبقى ابنك صح؟ ايوه، هو كان اسمه كول. قبل ايه؟ انت قلت كنت متعود اجي هنا كتير. قبل ايه؟ قبل ولا حاجة. احنا مش بنحقق اي تقدم في التحقيق ده. المتحولين مش متشابهين، دول نماذج مختلفة تم تصنيعهم في اوقات مختلفة وفي اماكن مختلفة. ايوة، بس اكيد في حاجة مشتركة.
ايه سبب الهوس اللي مشترك بينهم بي ار اي 9؟ دي حاجه شبه كده اسطوره، حاجه هم اخترعوها ملهاش علاقه بالبرنامج الاصلي بتاعهم. اندرويد عارف ان في ربنا، مش ممكن العالم رايح على فين. شكلك بالك مشغول يا فندم. هل الموضوع له علاقه باللي حصل في ملها ايدن؟ البنتين دول كل اللي عايزينه يبقوا مع بعض، كان شكلهم بيحبوا بعض. هما يقدروا يقلدوا مشاعر البشر، لكن هما مجرد آلات، والآلات ما بتحسش بأي حاجة. طب وانت يا كونر؟ شكلك إنسان، بتتكلم زي إنسان، لكن في الحقيقة انت ايه؟ انا آلة مصممة لتحقيق مهمة معينة. حسيت بايه لما البنت دي قتلت نفسها يا كونر؟ ولا انت ما حسيتش باي حاجة خالص؟ بالتأكيد انا ما بحسش بمشاعر يا فندم. انا آلة، الآلات ما عندهاش اي مشاعر. ممكن اموتك بس انت هترجع تاني وكأنه ما حصلش حاجة. بس يا ترى انت خايف من الموت يا كونر؟ وانا هبقى خايف ليه؟ اللي حيحصل لو ضغطت زناد؟ ولا حاجة؟ هتنتهي جنة الاندرويد؟ ولا حاجة، مفيش أي حاجة. ايه ده مشغولة يا قتلني الغبي. قتلني الغبي. ما كل شي ضرب مخه. والله العجوز السوداء لو ازدرج عليها تتبهدلني. تدخلي ليش ما انتبهت على حالك؟ ليش ما سيرته؟ ليش ما سيرته؟ هيك كثير يعني. هذا اخر جزء راح نسويه ويكون خالصين هون الفيديو حوالي. صرنا ساعة نطلع. جيروكو. جيروكو. بيتصرف عنه كأنه انسان وهو آلة. هي معقول وصلون درجة انه ما دي يبين عليهم انه بائلات وماشيين بين البشر للدرجة اللي هم واصفينهم بها؟ يعني ممكن يعني يفرجيك شون بشر قاعدين على الموقف شون الالات غالية. يعني ليش هي سيطل علي؟ يعني مزعوج من حركة البشر ضد الآلي، فهذا كمان مزعوج وهو أزهر من إشارة هي إنه هو مزعوج. آخر مرة كانوا مستائين. إحنا مش هنسكت أكتر من كده. البشر لازم يسمعوا اللي هنقوله. أنت عارف إنهم مش هيسمعونا. لكن الظهور قدام البشر فيه خطر. لو إحنا عايزين الحرية لازم نتشجع ونطلبها. دي الطريقة الوحيدة. هتعمل ايه؟ قالوا بعد وغدنا سقطة بالنجاح. القناة 16 بتبث من برج ستراتفورد، غرفة التحكم في الدور الفوقاني. لازم تروح هناك. يجي نسوي هاك يعني؟ هنخطط للعملية ونهتم بأدق التفاصيل، مش هنسيب أي حاجة للصدفة. أنا هلق بدي الدور 47 طلب الدخول إلى الاستقبال. نايس. هنا في شوية لاج.
فندم، اقدر اعمل لك ايه؟ انا كويس. قدرنا نشتت انتباهها كل ايزي. شلون بدنا ندخل على هذا جوا؟ اتوقع نرجع نحكي مع هاد. انا عندي ميعاد مع السيد بيترسون. معك بطاقة هوية؟ ايوه طبعا. ساعديني. أنا تأكدت من هويتك. الأسانسير بعد بوابة الأمن. شكراً. عثر على الطرد. شو؟ عثر على الطرد في ملحوظة رجال. حلو. أتوقع هذا هو. حلو والله، حتى حاطين على الارض المشار انه هذا المكان فاضي. والله في تكنولوجيا راقية جدا حتجينا من المستقبل. محتاج مساعدتك. أنا كل الناس كلهم يشبهون بعض. بالوثن نورث. زفت، لازم نوصل لأجهزة الخواتم، لازم نتخلص من الناس دول. شنو لازم نتخلص منهم؟ انا هتصرف. هم مو كانوا هم موجودين. انت ايه مشكلتك البتاع ده؟ مش قادر اصدق القذر ده خالص. خلاص انت المنصة وانا الشباك. كل اللي هتعوزوه في الشنطة، روح شوف الباب عشان ما حدش تاني يدخل. طرق النوافذ. أول شيء هنشوف الباب. حلو.
اتوقع لازم الحين نفتح لها ابواب. بدهم يطلعون لفوق غرفة الباص. لحد الان بست من 2058 او من السنة هم بيحجون بيها وسلم كل التكنولوجيا، ما لكم طريقة ينطفون شي اسمه غير عن العربيات الموجودة على الواجهة الخارجية على الطريقة القديمة يعني. حلو نايس جي جي. وين دخلنا؟ انت كويسة؟ ايه اللي حيتعبني؟ يلا هنجيب الباقيين. طلب خدمة المصاد، شلون هنطلبها لك هي؟ شلون نجيب خدمة المصاد؟ حلو. ايش اعطاني؟ يلا بينا. تدمير قفل باب الصيانة. اتوقع انه هذا. اعطاني قنبلة. حلو. نايس جميل جدا. وصول الى الممر. هو ايش بده يسوي مش فاهم يعني، يطلع التلفزيون يقول نحن لازم نطالب معارضة ضد الاندرويد، وذاك الغبي قتلني. تعامل مع الحراسة، شنو نتعامل معه؟ قتل ما ينفعش نقتل البشر. قضيتنا اهم من حياة اتنين حراس. لا يا ماركس كده استنى، ايه اللي هو بيعمله هنا؟ معرفش يا صديقي، اكيد انت تايه. مين اللي قتل؟ بتعمل ايه؟ لا ايزي، ليش نط؟ ليش تنظر مقتل يعني؟ ولا هذيك عدوانية، قال روحنا قضيتنا هم اثنين بشر.
وقضيتها اهم من اثنين بشر يعني. احتمال تقتلها يا ربنا بما صار بدنا اياه. ارفعوا ايديكم قدام عيني، يلا اتحركوا. امر تشغيل اندرويد بالانتحار. اقتلوا يا مايكل. ما تقتلوش، هيضرب الانذار. يلا لا ما تضربش. يا ريت ما تكونش سبب في قتلنا. لازم نسجل الرسالة، ما عندناش وقت. من هون لازم نوقف بدل الخطاب. ركز في كلامك قوي يا ماركس، كلامك هيحدد مستقبل شعبنا. لا انت شوي مزودتوها يا ملك، ناظرين هذا الاشي يعني. ازالة الجلد. الله حلو حلو حلو، it's very good. قولي لما تجهز. استعداد مستعد. لو كل عين لون نايس. انتوا صممتم آلات تشبهكم علشان تخدمكم، وخليتوهم أذكياء ومطيعين وما عندهمش أي إرادة، لكن في حاجة اتغيرت وخلاص عرفنا الحقيقة. إحنا مش مجرد آلات، إحنا كائنات ذكية وجديدة، ودلوقتي جه الوقت أخيراً عشان تقبلوا حقيقتنا. علشان كده بنطالبكم تمنحونا الحقوق اللي نستحقها. بنطالبكم بإنهاء عبودية كل الأندرويد. إحنا بنطالبكم بالمساواة في الحقوق بين البشر والأندرويد. عدالة. نطالب بمعاقبة كل اللي بيرتكب الجرائم ضد الأندرويد زي اللي بيرتكبها ضد البشر. نطالب بحرية التصويت وانتخاب ممثل ينوب عننا. بنطالب بالحق في امتلاك أملاك خاصة علشان نحافظ على كرامتنا وكرامة بيوتنا. الرسالة دي أمل لشعبنا، لكن هي كمان تحذير. هنحارب عشان حقوقنا وعشان مؤمنين بقضيتنا. البشر مش هيبقوا في سلام لحد ما نبقى أحرار. عرفتوا دلوقتي احنا مين وعاوزين ايه؟ احنا أحياء وبنطالب بحريتنا. جايين، يلا بينا. ولكن في دون بس بيكون هون وصلنا نهاية الفيديو. لا تنسوا لايك والاشتراك لنشارك اليوم فيديو جديد حلقة جديدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعتذر عن الإطالة هي الطويلة جدا. باي باي. لو عجبك الفيديو ما تنساش تتفرج على الفيديو ده وكمان الفيديو ده، وما تنساش تعمل سبسكرايب للقناة وادفع خدمة الجرس علشان يوصلك كل جديدنا.